بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، سعداء أن نلتقيكم في حلقة جديدة من إشراقات الغد. ويتواصل الحديث في ذات الاتجاه وفي ذات المسار، الحديث عن السلام والبحث عن السلام واستدامة السلام، لأن السلام هو غاية. وكما ذكرنا أن الدرب حتما لا يكون مفروش بالورود، ولكن يحتاج للنيات الصادقة والمخلصة من كل أبناء الشعب السوداني حتى يتحقق هذا الهدف المأمول والمرجو لكل أبناء هذا الشعب. نتواصل في هذه الحلقة في ذات الاتجاه ونمضي بذات الخطوات الواثقة والوثابة بإذن الله تعالى، التي ستفضي وستسهم مع القائمين على الأمر في إحلال السلام. نحن نحاول دائما من خلال البرنامج أن نطرح رؤى وأفكار تعين بإذن الله تعالى في هذا الاتجاه، وهو اتجاه السلام الذي اخترناه واختارته بوصلة هذا اللقاء. إذن مرحبا بكم، واسمحوا لي أن أرحب بدءا بضيفين عزيزين داخل الأستوديو، الباشمهندس هاشم عثمان أحمد، ناشط وخبير في قضايا السلام. باشمهندس السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك. السلام والسلام كل المشاهدين إن شاء الله. نعم، كذلك معنا الأستاذ شهاب الدين يوسف، رئيس تجمع جمعيات منظمات المجتمع المدني في السودان والخبير القانوني. أستاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحب بكم ومرحب بالمشاهد الكريم. وبداية يعني نبدأ من حيث انتهى الترحاب أستاذ شهاب. السلام، الدعوات له دائما تأتي مستمرة، وحتى عندما كانت الحرب يعني مشتعلة ومستعرة في بعض من أجزاء السودان، هنالك أصوات يعني تعلو منادية بالسلام. ده بأكد ضرورة يعني السلام، وأصلا في الوضع يعني الطبيعي هو السلام يعني الذي يسود، ولكن في الحالات الاستثنائية تأتي الحروبات لأسباب مختلفة. أولا شكرا جزيلا لهذه الاستضافة الكريمة، ونحن بنحيي التلفزيون الشروق لتبنيه وقضايا المجتمع وقضايا الملحة منا بالذات. وأنا سعيد جدا أن أكون ضيف في هذا البرنامج المشاهد جدا، والبخاطب قضية مهمة من قضايا الشعب السوداني، هي متصلة بمسيرته على امتدادها، يعني موضوع السلام وقضايا السلام والحرب من القضايا هي المحورية في كل المراحل بتاع التاريخ السياسي السوداني. والمجتمعات كم عانت كثيرا كثير كثير من النزاعات المسلحة ومن الصراعات السياسية على مدى الإرث التاريخي اللي نحن بنطلع عليه. فبتلقى الحروب أي هي استثناء، لأنها هي عندما يعني تنغلق كل الأبواب بتاعت الحوارات والتواصل بين المجتمعات، تجد أن قد يلجأ البعض لاستخدام الأسلحة لإيصال أصواتهم ومطالباتهم اللي بيفتكروا أنها هي مهمة للاستقرار ولأنهم هم يستمتعوا بحقوقهم كبشر. فدائما الإحساس بالمظالم قد يدفع البعض وعدم التحاور في أطراف المكونة للدولة قد تؤدي إلى قيام الحروبات. لكن دائما يبقى الحرب استثناء، لأن المجتمع بطبعه كما تفضلت هو مجتمع يؤمن بالسلام ومجتمع متعايش، والهوية السودانية نفسها تكونت من حزمة تعايش، لأن تصاهر العرب مع النوبة تم لأن دخول العرب لم يرتبط غط بحروبات أو صراعات أصلا. وأيضا دخول كل المكون السوداني في بتشكيلاته المختلفة بجهاته المتعددة لم يشهد التاريخ نزاعات دامية أسست ممالك أو حمت ممالك، لكن تجد في حديثا موضوع الصراع بعد تكوين السودان بشكله الحديث بعد دخول الحكم المصري الإنجليزي، بعد تشكيل السودان بناء على ذلك المؤتمر الذي تم في برلين 1885، فبقى جزء من السودان، بقى هو جزء من تنفيذ مصالح واستحقاقات
الاستعمار في ذلك الحين، وانبنى على ذلك الأساس كغيره من الأقطار الأفريقية، السودان الإنجليزي والسودان الفرنسي وغيره من لذا تجد تنازع الهويات في الأساس هو موجود وانبنت عليه. هو موضوع السودان ذاته لم يعرف الامتداد التاريخ بهذا التكوين الجغرافي بالحدود المعروفة، لأنه نحن في تاريخنا معروف أننا كنا ممالك، يعني ممالك في الشمال وممالك في الوسط وفي الغرب وغيرها. فكل تلك الممالك كانت صاح فيها شيء من التواصل ما بين مكوناتها، لكن باعتبارها غطر واحد وبهذا الشكل لم يكن إلا بعد دخول الحكم الإنجليزي المصري الأخير وبعد هذا المؤتمر. موضوع التصاهر والتعايش عليه، موضوع التصاهر والتعايش لأن العناصر المكونة للدولة نفسها يعني لم تتعايش بمدى بعيد وبأزمنة طويلة تساعد على الانصهار والتعايش فيما بينها. بعد ذاك هنالك عناصر يعني في التجانب فيما يتعلق بالثقافة، بالمكونات الاجتماعية، بالفوارق الاقتصادية ما بين المكونات، ودائما معروف أن الاختلالات النزاعات المنازعات تقوم نتيجة لاختلالات، واختلالات قد تكون سياسية قد تكون اقتصادية قد تكون اجتماعية، هي في مع 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 عدم المقدرة لمعالجة هذه الاختلالات بتنشأ دائما يقود للحروب والمنازعات. نعم. فخلاصة مع ذلك مع هذه الوضعية الحشة والمحزوزة على امتداد التاريخ، أيضا نجد أن هنالك قضية أساسية، لم يتم حوار اجتماعي كامل في أنه كيف نبني السودان، لا تحاورنا في قضايا أساسية فيما يتعلق بالهوية، فيما يتعلق بنظام الحكم، فيما يتعلق بالمشاركة العامة، الإدارة السياسية، في كثير من القضايا تجد أننا وجدنا نفسنا فيها هكذا يعني دون ترتيب مسبق أو تخطيط أو تصميم لخطة ورؤية متكاملة يعني بالنسبة للقادة. حتى الاستغلال كان يعني لأن مشكلة الحرب بدأت قبل الاستغلال زي ما نحن عارفين يعني وبنقرأ في التاريخ، هي لأنه موضوع التجانس والتعايش ما بين مكونات ذلك الاختلال اللي تحدثنا عنه هو كان السبب الأساسي، ولأن كان تركيز غادة الاستقلال كان تركيزهم على تحقيق الاستقلال في حد ذاته، ولضيق الزمن أيضا الفترة بتاعت الحكم الذاتي ومقارنة من 53 إلى 56 ما مكنت غادة الاستقلال، لأنهم هم يديروا حوار دستوري كان بشكل عميق يعالج. طيب في الجزئية دي احنا يعني الآن يعني في التفكير لحكومات الفترة الانتقالية يكون هنالك مؤتمر دستوري لمعالجة الكثير من القضايا، حنجي راجعين عشان نطرح السؤال المباشر في انه هل ممكن الآن يعني إدراك ما فات في مخاطبة القضايا الأصيلة والقضايا الجذرية لمشاكل السودان؟ لكن دعنا ننتقل بالحديث مباشرة للبشمهندس هاشم بعد الترحاب به من جديد. كنا بنتكلم عن يعني الدعوات المستمرة للسلام ما كانت قاصرة فقط على يعني المكون الحكومي فقط أو الحركات المسلحة، لكن حتى يعني عامة الشعب كان ينادي بالسلام، وهنالك دعوات مستمرة رسمية وغير رسمية. نعلق على هذه الجزئية. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن سعيدين جدا بأنه نكون ضيوف على البرنامج بقناة الشروق، والشكر لدائما لأخواننا في قناة الشروق لهذه الاستضافة. ونفتكر بأنه يعني يكون هناك برنامج هي تتحدث عن السلام في السودان في قناة رئيسية مثل قناة الشروق المشاهد، وأغلب الشعب السوداني إن كان داخل السودان أو خارج السودان حتى يعني يشاهدون هذا القناة، لأنه لموضوعات يعني هي تتحدث عن الاستقرار والأمن والتنمية في السودان. أنا أفتكر بأنه الآن صحيح المواطن أي مواطن سوداني هو يتحدث عن السلام ويتحدث عن الاستقرار
وبتتحدث عن انه السلام ده هو يعني جزء اساسي من حياه البشر، وبتذكر بانه هي اسم من اسماء الله، فبالتالي افتكر بانه كلمه السلام هي كلمه كبيره جدا، وهي يعني تعني به هي استقرار الدوله واستقرار المواطن وتنميته. فافتكر بانه نحن الان كون السودان نحن يعني كسودانيين عامه يعني صحيح السودان عاشت يعني حروبات، ان كان في مناطق المتعازمه ان كانت من قبلها جنوب السودان الحبيب الان هو بقى الدوله، وان كانت في جنوب كردفان والنيل الازرق، وايضا الان دارفور يعني اخيرا التحق بدارفور. وافتكر بانه الان العمليه الان ماشيه والمواطن كلها بتتحدث ووسائل الاعلام والاعلام الشعبي كذلك بيتحدث عنه، والله يا اخي ما عاد الحرب ان يكون هو عنصر اساسي بالنسبه لتحقيق الاهداف، لانه الان الهدف الاساسي بالنسبه لكل المناطق المتعازمه هي بتنادي بالاستقرار بتنادي بالسلام. افتكر بانه دي الفرصه الوحيده اللي يمكن الناس من خلالها يتلموا اهل السودان جميعا وشعب السودان وقياداته الان لعمليه السلام. افتكر بانه نحن الان كلنا جميعا يعني شيبا وشبابا وكل الانسان السودان ان كانت المراه او الشباب او الشباب مختلف انتماءاتهم السياسيه او اجناسهم المختلفه بقبائلهم بسحناتهم، الان هم كلهم يتحدثون السلام، لكن كيفيه الايجاد السلام افتكر بانه في نوايا صادقه حول عمليه السلام في السودان بالمناطق المختلفه، لكن افتكر بانه نحن الان يعني من خلال هذه الرساله الان يعني في عمل كبير جدا فانه ماشي في على الارض انه يكون هناك في سلام في السودان. وصحيح الان العمليه الان ماشيه هي بنيه صادقه جدا الذي يقود الان الفريق اول محمد حمدان دغلو، افتكر بانه هي بنيه صادقه جدا ولانه هو جزء من عمليه السلام في السودان، ولذلك هو يعرف معنى الحرب ويعرف معنى الاستقرار ويعرف معنى التنميه، يعني لانه الزول المجرب ما زي الزول اللي بيسمع. الجمره بتحرق الواطيه. الجمره بتحرق الواطيه يعني. دائما قال بقول لك اسال المجرب اسال المريض ما تسال الطبيب، لانه الطبيب هو اللي بيعالج، لكن المريض هو اللي بيعاني من المرض. فبالتالي الان يعني البرنامج الماشي على الارض في الدوله الشقيقه ودولة جنوب السودان، وكونه جنوب السودان يعني يستضيف أهله وأحبابه وأصدقائه وأشقائه في الجبهة الحبيبة، أفتكر بأنه دي نوع من التقدم، لأنه نحن الآن مستضيفين جنوبيين في دولة السودان، وكون الخرطوم يعني حاجة طبيعية كان مستضيفين في الخرطوم يعني. فلذلك أنا أفتكر بأنه الان يعني بقياده الاقل الفريق اول محمد حمدان افتكر بانه في تقارب في وجهات النظر بين اخواننا في الكفاله المسلحه ووفد المفاوض من جانب المجلس الانتقالي بالنسبه للعمليه. نعم السلام. مهندس برضه حنجي يعني لجوبا بمحور يعني منفصل عشان ما نشوف المحرز حتى الان والمتبقي والتحديات الممكن تواجهه، لكن خلينا نرجع لأستاذ شهاب الدين. والسودان كما تفضلت وذكرت أنه بلد مسالم بالفطرة، ومعروف أنه يعني شعب السودان محب للسلام محب للطمأنينة، لكن النزاعات دخيلة عليه وفرضت عليه نتيجة للظروف. أنت في مستهل حديثك ذكرت أنه بعض الظروف متمثلة في القسمة غير العادلة للثروة وربما السلطة، وهنالك أسباب اقتصادية، ده بيعني أنه يعني أو بيأكد أنه السلام هناك يعني قضايا أساسية لابد من أن تعالج على الأرض، ومن ثم يعني يستكمل بناء الهرم في السلام. جدا هي موضوع السلام دائما تجد أن عدم الاستقرار اللي هو أصبح سمة أساسية من سمات الوطن السودان الوطن الحبيب، هي بأسباب عدم الاستقرار اللي اتكلمنا عنها هي موضوع الحروب، وموضوع الحروب دائما هي بتكون مربوطة بموضوع المظالم والإحساس، إحساس النخب
بعدم المشاركة في الصالح العام وإدارة الشأن العام في الدولة، فدي بتكون هي الحاجات الأساسية اللي بتكون هي. لكن دعني أقول على مستوى الشخصي، أنا أعتقد أنه دائما المدخل والشرارة الأساسية من الحروب، بالرغم من أنها هي بتبدأ من العقول، إلا أنه الدافع الأساسي قد يكون السبب الأساسي لإشعالها هو الفقر. يعني بتجد أنه في الحرب وفي المناطق المتأثرة بالحروب، دائما في الحروبات بتجد يعني اللجوء للحرب بيكون يعني الأوضاع الاقتصادية القاسية القاسية جدا المجتمعات في المناطق متأثرة. مثلا لو حبشنا عن النيل الأزرق، وأنا من النيل الأزرق طبعا، وأحيي من هنا أهاليب النيل الأزرق كلهم على امتداد النيل الأزرق من فرحان لحد آخر النيل الأزرق جنوبا وشرقا. أنا أفتكر وأتمنى أنه السلام يتحقق عشان أهلنا يعودوا وننعم بخيراتنا ونساهم في بناء السودان الكبير إن شاء الله، لأنه هي ولاية غنية وواعدة. لكن بتلقى أنه موضوع الفقر والجهل دي من الحاجات العناصر الأساسية، بالإضافة للظلم الموجود. في جزء أيضا متعلق بالسياسات قديمة، يعني بنقول سياسة مستعمر، لأنه في مناطق هي عاشت فترات بتاعت المناطق المكفولة وغيرها. لكن مع ذلك نحن بنقول منذ استغلال السودان الفترة كانت كافية لتصحيح كثير من الأوضاع المتردية في المناطق دي، وخاصة أنه مناطق النيل الأزرق هي بتسخر بموارد ضخمة جدا، موارد ضخمة جدا. يعني احنا كاننا يعني بنناقض نفسنا، بنتكلم عن فقر وهو مسبب للمشكلات، وبنتكلم عن غنى، فده بأكد عن انه ادارة الموارد في الدولة لم تكن بالصورة الصحيحة والسليمة. والسبب لانه احنا يعني ما في تخطيط سليم، تخطيط غايم عليه تحليل استراتيجي حقيقي. يعني عادة احنا بنشتغل بمعالجة الازمات بعد ظهورها، ما بنخطط لعدم وقوعها في الاصل. بمعنى أنه حتى موضوعات السلام، أنا قاعد أشوف يعني كثير من عمليات السلام ابتداء من المعاهدة المستديرة وصولا إلى نفاش الأخيرة، تجد بمتابعة اتفاقية السلام المتعاقبة بتلقى دائما أنه أطراف الحوارات والأطراف الحوار أو التفاوض بتلقاهم هم في الغالب بيسعوا وبيجتهدوا، لكن في الغالب النتيجة بتكون هي معالجة آثار الحرب وليس جذور المشكلة المسببة للحرب. للحرب تجد دائما في أن موضوع بناء السلام هم بيصنعوا السلام، لكن بيكون ما غايم على تحليل استراتيجي لموضوع المشكلة نفسها. يعني بتلقى هم صحيح يعني احنا عندنا خبرة طويلة في موضوع بناء السلام، في موضوع صناعة السلام، لكن للتحول من مرحلة صناعة السلام لبناء السلام وتعزيزه ما بين مكونات المجتمع بتلقى فيه اختلالات كبيرة جدا. وفي التحليل مع تقديرنا للنخب السياسية وأخواننا في الحركات المسلحة، لكننا في كثير من الأحيان نحن كمنظمات بتاعت مجتمع مدني وكمجتمعات هي المفترض تكون مستفيدة من عملية السلام لو اتحققت، قاعدين نحس بأنه قضايا النخب هي قاعد تكون في الأولوية مقارنة بقضايا المجتمعات. فلو تم تحليل استراتيجي حقيقي لمشاكل الحرب وشفنا جذورها، بدينا من موضوع الفقر والجهل والحاجات دي، حللناها هي ذاتها ليه يعني بقت في مفارقات اللي قلناها دي، توفر موارد مع فقر مضغى لناس يعني تلقاهم لسه هم يعني تعبانين بدرجة أنا بأي مستوى أوصفه لك ما بتقدر تتصور يعني. لكن بتلقى أنه لأنه ما تم تخطيط سليم، لأنه المجتمعات دي هي نشيلة معانا بالطريقة الكاملة. الكلام ده أنا قاعد أشوفه هو ما خاص بجهة معينة في السودان، يعني حتى بعض المجتمعات اللي هي لقت حظوة ومشت وما كان فيها مشاكل مباشرة هي أيضا متأثرة بطريقة غير مباشرة طيب في الحتة دي خلينا نرجع للبشمهندس هاشم. أستاذ شهاب بيفتكر أنه يعني مسألة أنه النخب في المجتمع
حركات الكفاح المسلح هذه الثنائية يعني لا تمثل الحل الكامل لمشكلة الحرب والسلام في السودان. لابد من أنه يشرك المجتمع المحلي لأنه صاحب القضية الأساسية، هو صاحب المصلحة الحقيقية. فنسمع على رأيك برضو. نعم، وأفتكر بأنه الآن مشاركة الرأي العام أو مشاركة المجتمع المحلي، أو أصحاب المصلحة في المناطق المختلفة أو السودان أجمع مهمة جدا. التجربة الآن في الحل الثنائي دائما ما تجي يعني ما بتوصل للنتيجة، لأنه في النهاية بتكون توصلت لنتيجة معينة وفي النهاية بتكون فيها شد وجذب وكده. لكن بتقرب أنه لما تشارك الناس كلهم في الهم العام خاصة عملية السلام في السودان، لأنه السودان دي في عملية السلام تختلف من كل الدول، يعني ما بتقدر تشبه لي بأي دولة من الدول الآن اللي كانت فيها نزاعات والآن تمت فيها عملية السلام، لأنه الأناسر اللي خلت والمسببات اللي خلت فيها رفع السلاح بتختلف تماما من كل المناطق على مستوى العالم. نعم. فبالتالي افتكر بأنه نحن كسودانيين بنختلف تماما في طريقتنا لصناعة السلام وإيجاد السلام وبناء السلام. الآن بنقول السلام الآن تم، إن كانت الاتفاقيات ذكرت سابقة والآن الاتفاقيات التمة، إن كانت بتاع شرق السودان تم في الأسمرة، إن كانت بتاع أبوجة، وإن كانت بتاع وثيقه الدوحة، إن كانت في 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 بعض الاتفاقيات التي تمت دي اتفاقيات دولية وتم في دول معينة وفيها مراقبين وفيها شهود وفيها وتمت مع الحكومة، ما كانت مع النظام معين أو كذا، مع الحكومة. بالتالي افتكر بأنه هذه الاتفاقيات هي موجودة وموجود بمترجمة باللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية والفرنسية. افتكر بأنه الاتفاقيات دي ما لم تصحب معها في كل الاتفاقيات اللي يمكن أن يتم في السودان لا يمكن أن يجدي، لأنه افتكر بأنه أنت الآن يعني محتاج أن توفق ما بين الذين وقعوا والذين الآن هم يوقعوا، فلا بد أنت تكون الحكم يعني ما بين الوقع ولسه لم يوقع ولسه الرافد الذي عبد الواحد الرافد كله لانضمام لاي منبر من المنابر. بالتالي افتكر بانه عمليه السلام في هذا الامر هي محتاجه لدرايه كامله ومحتاجه لانه الان بنشهد انه الحركات الوقع للسلام خاصه مثلا في ابوجا او وثيقه الدوحه كان لديهم العنصر الاساسي في كل حركه يوقي هي العنصر بتاع الترتيبات الامنيه. العنصر بتاع الترتيبات الامنيه هي عنصر مهمه جدا ولانه الوظائف السياسيه هي تزول وتجي انتخابات، لكن الترتيبات الامنيه لانه هي فيها مراحل. المرحله الاولى هي مرحله بتاع الادماج في القوات النظاميه ان كانت الشرطه او ان كانت القوات المسلحه او الشرطه. نعم. وكذلك الادماج في المجتمع او نزع السلاح والتصريح واله الدمج او الدي دي ار، يعني زول يتم تسريحه ويتم تدريبه وادماجه في المجتمع بمشاريع محدده حتى يكون هو ذات الدخل في بالنسبه للمواطن ويشعر انه. احنا نستاذن والمشاهد الكريم حنطلع فاصل ومن ثم نعود ان شاء الله لنستكمل هذا المشوار، نتمنى ان تكونوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الافاضل، نتواصل معكم في هذه الحلقه من اشتراقات الغد ويتواصل الحديث مع ضيوفنا داخل الاستوديو. باشمهندس هاشم، قبل الفاصل كنت تتحدث في المحور المتعلق بالاتفاقيات التي تم توقيعها، يعني هل من اضافه باختصار؟ اي نفتكر بانه الاضافه هي الاستصحاب، لانه الان الحركات الوقعت الاتفاقيات اللي انا ذكرتها إن كانت بتاع شرق السودان أو الأبوجة أو الدوحة، أفتكر بأنه الآن هم لديهم ترتيبات أمنية، فمعناته الآن أهم ما في الاتفاقيات هي ترتيبات الأمنية. فالترتيبات الأمنية ما لم يتم ترتيبات أمنية بجزئياتها كلها المختلفة، الإدماج والتصريح في القوات المسلحة، التصريح بالنسبة للقوات نزع منهم السلاح وتصريحهم
وتدريبهم كانت في المشاريع المختلفة. نعم. إن كانت صناعية ومشاريع منتجة في المجتمع، ويكون هو زول منتج وزول مستثمر وزول ممكن يعني يساعد في عملية الإنتاج والإنتاجية في البلاد. نعم. فأفتكر بأنه دي مهمة جدا، لأنه إذا أغفلت هذا الملف وإنت أتيت مثلا بقوة أخرى وقعت أمام اتفاقية، معناته هتكون تاني نفس الدائرة الدوارة، ممكن يقول لك ده والله يا أخي ديل وقع ونحن لسه ما استكملنا، والإنسان الآخر بيشوف أنه زميله هو ضابط في القوات المسلحة أو ضابط في الشرطة ويترقى بقى، وده لسه ما استكملت له العملية بتاع الإدماج أو التصريح. يعني مسألة ضرورية أنه تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بإعادة الدمج والتسريح تتم يعني وتطبق زي ما هي تطبق. لا أنا بيتكلم بصفة عامة أنه الاتفاقيات التي وقعت لابد يديها اهتمام، وخاصة الحركات الأساسية الموقعة لهذا الاتفاق. نعم. ضروري جدا، لأن هم قيادات ميدانية وقيادات سياسية يوم ما كانوا هم الآن المساهمة. نعم. الكبيرة الآن على السلام الموجودة في السودان، إن كانت في دارفور أو كانت في النيل الأزرق أو كانت في جنوب كردفان، هم كانوا أو شرق السودان، هم أساسيين. نعم. ودور أساسي فيه يعني. نعم. فبالتالي أفتكر بأنه هذه المساهمة هي مساهمة مهمة ضرورية في هذه الأمر أستاذ، مما يساهم في الأخوان الآخرين فأنه ممكن يأتوا إلى السلام، لأنه هم ذاته بيكون رسل للسلام في عملية السلام في السودان يعني. نعم. أستاذ شهاب، يعني على ذكر الاتفاقيات اللي تحدث عنها الباشمهندس، ليه كل الاتفاقيات تم توقيعها مع حركات الكفاح المسلح والجانب الحكومي ما حققت أغراضه، بدليل أننا الآن بنبحث عن السلام في مناظر مختلفة؟ شكرا جزيلا. أنا أفتكر أنه ده سؤال مهم جدا، وكمان أضيف لكده تاني أنه كل الحكومات على مر العصور، عندنا استثنى بس الحكومة الأولى بتاعت الاستغلال، كل أول تحدي بيواجهها وأكبر تحدي بيواجهها هو موضوع بناء السلام. وحتى الانقلابات التمت على مدى العصور وجابت لنا الدساتير المختلفة الانتقالية، هي كانت مبررات القوات المسلحة اللي بتستولى على الحكم أنه انفلات الأمن وانعدام الأمن، فقضية السلام هي كانت أكبر تحدي. الاتفاقيات قاعدة تتم، لكن في النهاية ما قاعدة تحقق سلام مستدام. ليه؟ لأنه في تقديري الشخصي أفتكر أنه موضوع تحليل المشكلة أو مشاكل الحرب بذات المسببات الحرب الأساسية ما قاعدة تتم بطريقة احترافية، قاعدة تتم بطريقة من منظور اي طرف من الاطراف المصارعة. يعني اي طرف هو بيركز على الشيء اللي بيفتكر انه هو قضايا اساسيه وبيجي بيتحاور عليها وبيخطوا في بالهم انهم تحقيق مكاسب من خلال القضايا اللي هم بيفتكروا انها هي قضايا اساسيه. من الاسباب الاساسيه ايضا لانه السلام ما قاعد يكون مستدام، انا بفتكر انه لان المجتمعات المحليه في مناطق المنازعات ما قاعد تشكل وجود أساسي في عمليات السلام. أخيرا يمكن في الموضوع بتاع الدوحة ودارفور، ملاحظ أنهم هم عملوا كام مجموعات بتاعت مجموعة المصلحة وعملوا حوار داخلي دارفوري دارفوري لمعالجة بعض القضايا وكده، ده كاستحداث في وضع بتاع تطور عمليات بناء السلام. وده بيقودني لانه نحن داير اقول احنا بالضروره اننا نستفيد من تجربتنا، بقدر ما انه عندنا تجربه في بناء الدساتير بنقدر نقول ايضا عندنا تجربه في بناء اتفاقيات سلام في السودان. فالتجربه دي المفترض هي ذاتها في البدايه نعمل لها اناليسيس، كده تعال نحلل تجاربنا ليه هي قاعده تفشل زي ما انت قلت، ويكون ده مشكله البحث عشان نصل لحقائق هي تساعدنا، لاننا السلام الجاي ده يحقق لنا سلام مستدام يعني ان احنا، والسلام ده لو بقى هو سلام بتاع نخب، انا بفتكر انه ان احنا قاعدين نسميه في الغالب انه هو قاعد يكون سلام بتاع نخب، ما حيحقق اغراضه، ما حيحقق اغراضه اصلا، لانه المجتمعات الاساسيه المتضرره بموضوع الحرب ما لم هي تعالج قضاياها وتحس بانه السلام ده بيمثل قضاياها الحقيقيه وبيعالج احتياجاتها الفعليه ما بتكون حريصه عليه. والدليل على كده اخر اتفاقيه السلام دي، ان احنا في النيل الازرق اليوم سقطت فيه الدمازين
يعني الناس كانوا يعني ما في زول حاسس بانه الحاجه دي هي يعني عملت فارق كثير، بانه الحركات المسلحه عادت لاسمه والحكومه عادت لوضع محدد، لانه احنا بنفتكر في قضايا اساسيه بتاعت مجتمعات هناك ما كانت هي ضمن المانيفستو بتاع البروتوكول بتاع النيل الازرق مثلا الموقع. والمجموعات لما يجوا حتى على موضوع التمثيل، طبعا من المشاهدين اتوقع في ناس هيقولوا يا اخي أنا احنا الناس دي كانوا قاعدين يستصحبوا، هيشيلوا ادارات اهليه وهيشيلوا رموز من المجتمع وبيمشي يشاركوا في المفاوضات وديل انا ما بقدر اقول انهم هم ما بيمثلوا المجتمع، لكن انا بقصد بالمشاركه يكون من التخطيط على موضوع مفاوضات السلام نفسها. تعال كده المجتمع ده اجري له مشاوره مجتمعيه، تعال حل يعني اعمل حوار داخلي مجتمعي داخل المجتمع ذاته، هو يشوف شنو قضاياه الاساسيه. وخلاصه هذا الحوار بالتاكيد حتعبر عن الشعب واصحاب المصلحه الحقيقيين واصحاب معاهم. اي كان عندنا تجربه لو خلوها هي مشت لحد النهايه كاخر بند من بنود تنفيذ البروتوكول بتاع المنطقتين النيل الازرق وجنوب كردفان متعلق بالمشوره الشعبيه. المشوره الشعبيه دي ملخصها هي ايفالويشن بالنسبه للتقييم بالنسبه للتنفيذ السلام، هل هو حقق المتطلبات بتاعت المنطقتين لانه هو خلاص ينصهروا ويندمجوا في يكونوا في المكون الكلي، هل في ثغرات هي محتاجه لانها هي تتعالج بشكل ما عشان هي تساعد. لو خلوا الموضوع بتاع المشوره الشعبيه اللي يتعرض لاستقطاب واستقطاب مضاد طبعا من الطرفين بتاعنا اتفاقيه السلام الحركه الشعبيه والمؤتمر الوطني، وقد جات المرحله بتاعت التقييم هم بقوا اي مجموعه هي حشدت مؤيديننا في اطار رؤيتها الحزبيه. هي ناس المؤتمر الوطني بيفتكروا عندنا هناك انه الاتفاقيه هي لبت كل مطالب المنطقه، بالتالي هي تعتمد كاتفاقيه نهائيه واساسها ينبني علاقتنا مع ال يعني انت عايز كانك دار تقول انهم افرغوا يعني فكره المشوره الشعبيه عن مضمونه بهذا التدخل تماما. الباشمهندس يعني تماما. فيما يتعلق بالحديث الذي تم واذا استصحبناه معنا وانتقلنا مباشره للمفاوضات اللي بدات في جوبا، وانت تحدثت عن جوبا يعني باعجاب انها استضافت هذه المفاوضات لقربها من الشعب السوداني ومعرفتها ايضا بطبيعه المشكله السوداني. اذا استصحبنا هذه الامور التي تحدث عنها الاستاذ شهاب الدين، الى اي مدى بتحس انه الامر مختلف الان في المفاوضات الان يعني من سابقه؟ وقيمنا يعني انه المفاوضات اللي افضت الى اتفاقيات سلام لم تصمد او لم تحقق الهدف، ما بنستطيع نقول انها فاشله لانها حققت ولو نسبه قليله من النجاح في بعض المناطق. طيب انا افتكر بانه الان الحديث عن المناطق المتعازمه والان فتح الملفات فيها، انا شايف فيه الان اتفاقيات قد يكون يتجزع يعني دارفور وجنوب كردفان او النيل الازرق او شرق السودان، تقريبا انه كل واحد منبر منفصل عن الثاني. وصراحه انا قلت كلامنا لانه انا قبل يعني في بدايه كلامي انا قلت القضيه الان في السودان يعني بتختلف من كل المناطق المستوى الان. تقريبا انه الان المشكله الموجود في جنوب كردفان تختلف تماما من المشكله بتاع دارفور. المشكله الموجود في النيل الازرق تختلف تماما من يعني كل منطقه يتفاوت المشاكل فيها. والان يعني دارفور الان هي بكل ولايات الخمسه يعني كجزئيه براها هي مشاكلها بتختلف تماما يعني كما ذكرت يعني. والان في دارفور اهم محور من محاور الاتفاقيات اللي تم توقيعها ولم ينفذ هي الحوار الدارفوري الدارفوري. حوار الدارفوري الدارفوري كانت في اتفاقيه ابوجا كانت موجوده وفي وثيقه الدوحه هي موجوده، والان برضه ماشيين في اتجاه انه يكون في الحوار بالنسبه للدارفور الدارفوري. الان انا افتكر بانه برضه ايضا المشوره الشعبيه ان كانت في جنوب كردفان او النيل الازرق. افتكر بانه هذه هي كلها محتاجه انه الناس جميعا انه يكون الرغبه الاساسيه هي السلام. اذا السلام هي بقى هدف استراتيجي بالنسبه لاي منطقه من المناطق، افتكر بانه الحاجات الثانيه او المحاور الاخرى هي تجي يعني بمرحله وفق لتنفيذ الاتفاقيه، لانه
عادة الحوار الدارفوري أو المشورة هي تقييم للأمل اللي بيتم يعني في اتفاقيات مدى تنفيذ اتفاقية الكذا تم في النيل الأزرق أو جنوب كردفان أو شرق السودان أو كان دارفور، ودي هنا ما اتأملت تيل الفترة الموجودة. عارف تقريبا أنه نحن الآن برضو الآن يعني بالشكل الآن موجود ورغبة الناس في السلام. عملية السلام وقيادات الحركات الكفاء المسلح رغبتهم في عملية السلام واستضافتهم هم أصلا يعني منذ رفع السلاح هم موجودين في جوبا، يعني ما كانوا بعيدين، إن كانوا في كمبالا هي مجاور لجوبا وقريبة لجوبا، إن كانت في أديس هي مقر للاتحاد الأفريقي هي أيضا موجودة جوبا، فهي نفتكر بأنه هي ما دام أصلا هي قضية أفريقية والآن هي يعني المنبر بتاعها في جوبا، بتقول بانه هي يعني قريبه يعني وكانها هي موجوده، فبالتالي بتقول بانه طيب. ما دام هي رغبه نعم. هي موجوده وعلى مستوى اجهزه الدوله هي برضه رغبه موجوده وقيادات الحركات هي موجوده، انا بتقول بانه الان المطلوب هي اصحاب المصلحه. اصحاب المصلحه هي صحيح الناس ما تكلمت عنها كثير لكن بالضروره قيادات المجتمع وقيادات منظمات المجتمع بأشمله، إن كانت أحزاب إن كانت حركات وكذا وكذا بالضرورة يعني. إشراكهم نعم. في عملية السلام لأنه نعم. أنت الآن مهما توقع من عملية السلام ولأن السلام في النهاية تنفذه وين؟ تنفذه في الأرض الواقع في السودان وما بتنفذ ثاني بالسلاح، هي بتنفذ وفق للمصالح والمحاور الموجودة وكيف تنشر عملية السلام وكيف أنت تعمل عملية السلام في المنطقة المعنية أو قرية المعنية أو محلية نعم. نعم. أو محافظة أو ولاية المعنية بالشكل الموجود، فأنت عشان تدخل عملية السلام ده في المواطن البسيط الموجود في معسكر النزوح أو معسكر اللجوء محتاجة أنه هذه الإنسان البسيط إشراكه وتوصيل المعلومة الحقيقية في كيفية نعم. صناعة السلام حتى يكون في أرض الواقع حتى لا يتكرر مثل نعم. السابق يعني. فأفتكر بأنه نحن الآن محتاجين أنه حتى الناس بيذكروا النغب السياسية وكذا وكذا، أنا بتقول السلام ده ما بيستثنى أحد في السودان نعم، فبالتالي لابد اشراك اي زول وسماع اي انسان في هذه العمليه، افتكر انه مهمه جدا في هذا. طيب استاذ شهاب لو رجعنا للسؤال، شنو الجديد في جوبا؟ يعني هي بتستضيف مفاوضات السلام، بتعتقد انها دي ممكن توصلنا لسلام يستصحب كل القضايا واصحاب المصلحه والحديث اللي من قبل احنا بنتكلم عنه؟ يعني جوبا هل ممكن تفلح في المساله دي؟ والله هي جوبا كجغرافيا بالنسبة لنا عندها وضع خاص، بالنسبة للسودان بالنسبة للحكومة بالنسبة للشعب بالنسبة للحركات، أيضا الإطار الزماني اللي احنا فيه الآن هو ممكن أيضا مدعاة للتفاعل وللتفاؤل أيضا، لأن أنا أفتكر أنه المرحلة دي المرحلة الانتقالية مرحلة ما بعد الثورة دي هي حتى الإرادة العامة بتاعت السلطة هنا والحركات المسلحة بقت هي يعني زي اللي هم بقوا قريبين، حتى الناس بدوا يفتشوا، لأنه مصطلح زمان كان لما نمشي لموضوع المفاوضات نفسها هم بيفتكروا أنه المفترض الكلام ده يبقى حوار من أجل إجلاء حقائق فقط، حقائق ومظالم موجودة، لأنه الناس كلهم كانوا هم بيفتكروا أنه في مظالم وفي كده وهم متفقين على دي، والمظالم دي هي دفعت بالشعب السوداني كله أنه يبحث للتغيير وحصل التغيير وجات مرحلة انتقالية، فبالتالي يعني اللي بيخلي الناس أنهم يكونوا متفائلين بأنه يكون في سلام الزمن مناسب لأنه تكون في مفاوضات ويكون في حوار، أنا بقول حوار حقيقي، لأنه الأهداف من الحوار دائما تجلية حقائق، يكون في حوار حقيقي ما بين السودانيين عموما ينبني عليه سلام، وجوبا أيضا عندها مصلحة في أنه يكون في السلام نعم. هنا، لأنه نحن هي جوبا ذاتها فقدناها بعدم قدرتنا لإدارة التنوع، بالإحساس جوبا بأنها هي ما يعني نحن عجز النخب دائما، معليش انا يعني بحمل على النخب كثير ولا اجزم، لانهم هم يديروا التنوع عندنا، ده معظم المحللين بيقولوا انه هذا السبب في اننا ينفصل الجنوب. طيب تحقيق السلام في السودان بيساعد جوبا نفسها في انها هي
تحقق ايضا سلام، لانه يبقى ايضا الانفصال ما حقق لها سلام. زي ما نحن الانفصال صحيح انفصل الجنوب وفقدنا جزء عزيز من وطننا، لكن ما يتحقق لنا سلام ايضا في السودان. وكذلك بالنسبه للجنوب، الحركات المسلحه والصراع السياسي والمنازعات المسلحه في الجنوب ايضا هي كثيره جدا. فبناء السلام وتعزيز قوته بناءه في السودان بيمهد لعمليه السلام ايضا واستقرار في الجنوب، وبيمهد كمان لان احنا بنطمع لانه احنا نكون عندنا شكل أكثر اتساق وتواصل مع أخواننا في الجنوب، حتى لو بشكل كونفدرالي يعني لا بأس. طالما سلام السودان الشمالي من سلام السودان الجنوبي أو جنوب السودان كده. فلو اتكلمنا يعني باشمهندس عن حركات الكفاح المسلح، وشهدنا وفود كبيرة وكثيرة يعني توافدت على الخرطوم، ما أن يعني يذهب وفد إلا ويأتي وفد مقدم آخر يحمل يعني اسم لواحدة من حركات الكفاح المسلح. فعودة هذه الحركات وممارسة نشاط، لأنه شفنا زيارات حتى لولايات السودان ومخاطبات لجماهير وعقد ندوات، فإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه برضو يعني واحدة من المؤشرات الإيجابية اللي ممكن تخلينا نستشرف مستقبل أفضل للسلام في السودان؟ أنا أفتكر بأنه القدوم بتاع القيادات بتاع الحركات المسلحة إلى الخرطوم أو للولايات الأخرى وتبشيرهم برغبتهم في عملية السلام، ده يؤكد أن كل قيادات الحركات الآن موجودين في جوبا هي أنهم رغبة أكيدة أنه يتم عملية السلام أو استكمال السلام. فأنا أفتكر بأنه عملية السلام هي أصلا موجودة بالنسبة للمواطن، يعني هي السلام الحقيقي هي رضاء المواطن بعملية التي يتم هنا. فهما الآن الإجراء اللي بيتم الماشى للورق أو اللي يتم توقيعه هي استكمال لعملية السلام. وافتكر بأنه هم قدومهم لولاياتهم المختلفة في دارفور أو كردفان أو أجزاء السودان الأخرى، هي دي بيؤكد لنا أنه والله يا أخي السلام أصبح ضروري في السودان، وأصبح أنه دي عنصر أساسي في العملية في الحكومة الانتقالية بالنسبة للسودان. وبالتالي ما دام أنه هنالك الآن الوثيقه اللي تم وقع ان كانت الاتفاقيه الاطاريه بالنسبه لقاره الطريق في التفاوض في جوبا، افتكر بانه دي عمليه تبشير بعمليه السلام، والحريه التامه للتحرك بالنسبه لقيادات الحركات بالنسبه للقواعد مؤشر ايجابي. نعم. مؤشر ايجابي جدا في عمليه السلام. نعم. ده مما يساهم في تنفيذ عمليه السلام. وجلوسهم مع قيادات اهليه أو كان قيادات الحركات الموقعة للسلام السابقة أو قيادات الأحزاب أو قيادات المجتمع أو أجهزة الدولة الرسمية. نعم. في عملية السلام بالداخل هنا وجلوسهم وتبشيرهم أعتقد مهمة. نعم. جدا. نعم. لأنه نحن الآن محتاجين أنه هذه الجلوس هي يعني تنوير بأصحاب الناس المضررين، خاصة لأنه التضرر من عملية الحرب هي نسبية تختلف من منطقة لمنطقة ومن اريا لاريا، بتختلف تماما بنسب. نعم. مختلفة. استاذ شهاب، نعم، بالتالي جلوسهم يعني مع اصحاب هذه القضية كانت في معسكرات النزوه او اللجوء او في الغرى او في الدمر المختلفة، انا افتكر بانه دي باكد لنا تماما، ودي العملية اللي احنا دايرينها في العدالة الانتقالية بالنسبة للمناطق. نعم. نعم، كنا يعني حابين أن الزمن يسمح لنا في أنه نتطرق لما تبقى من محاور في هذه الحلقة من إشراقات الغد، ولكن في إشارة يجب أن نكتفي بهذا القدر، ويبقى الأمل إن شاء الله كبير في استضافات أخرى نتحدث فيها بإسهاف محاور ذات صلة بموضوع حلقة اليوم. في ختامها لا أملك إلا أن أتقدم إليكم بالشكر أجزل على أن كنتم يعني ضيوف أعزاء علينا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. نعم. لقناة الشروق على هذه الاستضافة، ونشكركم على الاستضافة الكبيرة بالنسبة لعملية السلام في السودان. إن شاء الله أتمنى ذلك. شكرا جزيلا. وأنا بفكر أنه في قضايا أساسية هي مكملات موضوع السلام، وإن شاء الله في مثل قضايا العدالة الانتقالية ودور منظمات المجتمع المدني ومسألة الدستور والحوار الدستوري دي كلها، لأنه صناعة السلام هي سهلة، لكن موضوع استدامة السلام يجب أن يقوم على تناول القضايا دي بشكل احترافي جدا، وإشراك المجتمعات أصحاب المصالح. نعم. استدامة السلام مربوطة بمعالجة
القضايا المجتمع نفسه نعم. وإشراك المجتمع في صناعة السلام نعم. نفسه. شكرا جزيلا. شكرا لكم من جديد، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة لنا في هذه الحلقة من إشراقات الغد، ويبقى الأمل إن شاء الله في لقاء جديد الأسبوع القادم. لحد ما نتلاقى لكم آلاف التحايا والسلام.